بقى عايزين الفيل. نعمل ريفرش كده ونفكر الناس بأهم الصفات العامة للبرج قبل ما ندخل بقى في أسئلتنا وكلامنا النهارده. طيب هو برج الثور من الأبراج الترابية، وهو برج يعني بما إنه ترابي يعني عنده صفات الأرض، واقعي، ما بيحبش يعيش في الوهم ولا في الخيال، عنده روح عملية جدا، يعني دايما عندهم الروح العملية، اللي هو يعرف يتصرف كويس في وقت الأزمات أزمات. بطريقة عملية، مش ما يعيش نفسه في الخيال أبدا. لكن في نفس الوقت هو فنان، يعني رغم أنه هو واقعي وعملي لكن دايما عنده موهبة فنية. هتلاقي دايما المواهب عندهم مرتبطة بالحواس الخمسة، مواهبهم مادية، يعني يفهموا كويس قوي في المادة، في الفلوس، وفي نفس الوقت في مثلا الأقمشة، فتلاقيهم بيشتغلوا في الخياطة شاطرين جدا، يفهموا في الأكل، يعني يشموا، عندهم العطور، ذواقين. ذواقين، يعني يعملوا مطاعم هايلين، يعملوا عطور، ممكن يعملوا صناعة عطور. بشوف ان هم رسامين هايلين، ممكن يبقى مثال، يعني يعمل تماثيل زي النحات محمود مختار، اتكلمت عنه قبل كده. ساعة تمثال نهضة مصر. بالظبط، فهم فنانين جدا، بس دايما مواهبهم خاصة بالحواس، بالمادة اكتر. يعني مثلا سلفادور دالي هو فنان عظيم، يعني كان مش بس بيرسم، كان بيعمل لوحات داخل فيها مواد غريبة، ممكن يدخل أقمشة في اللوحة، ممكن يدخل مواد بلاستيك، رملة، مش عارف، حاجات يعني هم كده. مبدعين، يعني مبدعين مبدعين، جدا جدا. بس علاقتهم بالمادة دي بتخليهم عقلانيين أكتر من إن هم يكونوا مثلا حليمين أو عندهم حس رومانسي، أو شوف هما ولا إيه من جوه، طبيعتهم يعني هما على من المستوى جوه، ده العاطفي؟ هو كوكبهم المسيطر فينوس، كوكب الجمال والحب، فهم يحسوا بالجمال وعاطفيين، بس يعني العاطفة عندهم ممكن تكون برضو مرتبطة بالمادة وبالرغبات الحسية أكتر من المشاعر، يعني دايما يترجموا الحب لحاجات مادية ملموسة. لرغبة مادية ملموسة. بالظبط كده، بس معنى كده ان هم مش بخلة. مش بخلة، ما انا ممكن لكن اعبر عن حبي عن طريق هدية، عن طريق لا اي خالص، حاجة. هما مش بخلة، بالعكس، ده هما بيحبوا بس بيعرفوا يكسبوا فلوس حلوة قوي، يعني أهم حاجة عندهم يكسبوا الفلوس علشان يعرفوا يعيشوا كويس. يعني عمرك ما تلاقي حد من برج الثور يجي يوم ويفتقر، هو دايما بيعرفوا يحوشوا كويس قوي، يعرف يعمل حساب المستقبل كويس جدا. واعيين يعني. يعني لا يمكن يجي يوم وتلاقيه ما معوش فلوس. رجاله وستات. رجالة وستات. طب ده كويس انا قوي. بشوف ان الست كمان التور انا بتبهرني، يعني عندهم قدرة في إدارة البيت، ان هما يعرفوا يجيبوا احسن حاجة باقل اسعار، متفاصل بقى. فهي شاطرة، يعني ست شاطرة جدا في إدارة الفلوس.